السلام عليكم، ترحب بكم مرة أخرى في قناة فيزياء سعيد العصادي، القناة اللي من خلالها تنحاول سد بعض الثغرات، وتنتمنى لكم النجاح هذه السنة إن شاء الله في البكالوريا. فيما يخص هذه الفقرة سوف نتكلم على حركة قذيفة دقيقة في مجال مغناطيسي بي منتظم. عندما نتكلم على دقيقة قد تكون أيون، قد تكون بروتون، قد تكون إلكترون إلى آخره. المهم أنها دقيقة مشحونة تتحرك داخل مجال مغناطيسي بي. تبين تجربة أنه عندما تدخل دقيقة في مجال مغناطيسي بسرعة في عمودية على المجال المغناطيسي بالمنتظم، فإن مسارها يكون مسار دائري. سوف نبين ذلك من خلال تطبيق القانون الثاني لنيوتن. إذن في هذه الحالة غادي نعتبروا أن ندرسوا حركة إلكترون. مثلا حركة إلكترون، عندما نتكلم على إلكترون نتكلم على شحنة ديال الإلكترون تكون سالبة Q ناقص E أصغر من صفر. إذن غادي نعتبروا أن الذي يتحرك داخل المجال المغناطيسي المنتظم هو إلكترون شحنته سالبة. E هي الشحنة الابتدائية للقيمة ديالها 1.16 أس ناقص 19 كولوم. المجال المغناطيسي منتظم من حيث الاتجاه، من حيث المنحة، ومن حيث الشدة، نعتبر أن الشدة ديالو هي 0.2 تسلا. السرعة باش يدخل الإلكترون هي 2.6 متر سكون موازن، وشدة مجال الثقل 10. الكتلة ديال الإلكترون هي كتلة ضعيفة جدا، هي 9.1 × 10⁻³ كيلوغرام. وهذا الحيز اللي هو مربع هو مجال مغناطيسي محدث، إما من طرف مغناطيس أو من طرف تيار كهربائي. كيف بالنسبة وغنجاوب من خلال هذه الفقرة على مجموعة ديال الأسئلة. نكتب السؤال ثم نجاوبوا عليه، وحاولوا تفاعلوا الإجابة تتم تجاوبوا عليه. إذن السؤال الأول، مثل على هذا الشكل هذا السرعة V، مثل كذلك قوة لورنتس، قوة المغناطيسية، لأن عندما يدخل دقيقة عندما تدخل إلى مجال مغناطيسي فإنها تخضع لقوة مغناطيسية تسمى بقوة لورنتس F، ومثل المجال المغناطيسي B. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. تمثيل V، عندما نريد في دائما تكون مماسة للمسار. بما أن هذا المسار دائري مركزه هنايا، فإن في تكون عمودية على الشعاع. إذا عندنا هذا الشعاع وهذا، إذا في مثلا بغيت نرسم هذه المتجهات في هذه النقطة، نقطة الدخول نسموها O، إذا هنا في غادي تكون عمودية على الشعاع. إذا هذه لافيتاز، السرعة في. إلا بغيت نرسمها هنايا كذلك نفس الشيء، غادي نرسم الشعاع والعمودي عليه، هذه هي السرعة في. F بالنسبة لF أو لقوة لورنتس دائما تكون انجذابية مركزية، يعني أنها تتجه نحو المركز الدائرة. إذن بما أن مركز دائرة هو هذا، إذن غادي تكون F انجذابية مركزية نحو المركز. إذا بغيت نمثلها هنا غادي تكون F نحو المركز. بالنسبة للمجال B غادي يكون، لان خصوصا مسلك علوم فيزيائيه غادي نعتبروا هاد السنه على ان هاد المتجهات الثلاثه هما متجهات متعامده. بي اف راه دائما عموديه على هاد المتجهات، ولكن حتى بالنسبه باش نبسطوا غنعتبروا المتجهات كلها متعامده، وهذه هي اللي عندكم هاد الحاله هذه. اذا بي باش تكون عموديه على هاد جوج، اما غتكون داخله او خارجه، يعني عموديه على هاد لو طابلو هذا، اما هكا ولا هكا. إذا كانت خارجة عندنا تنديرو نقطة، إذا كانت داخلة تنديرو كروة. سوف نطبق قاعدة اليد اليمنى لتحديد المجال بي. اليد اليمنى بالنسبة لفي تكون دائما مع رؤوس الأصابع، إذا في هاد الجي هي هاد رؤوس الأصابع، في المكان في غادي ندي معها رؤوس الأصابع. بالنسبة لراحة اليد هاد لابوم، إما غادي تكون إلا كانت بداخل غادي ندير لها هكا، كانت بي خارجة إذا غادي تكون هكا.
اذا سوف نحاول نديروا هاد لا سيتياسيون هادي في هاد جي اف لتحت هكا. اذا غادي تكون هاد الوضعيه هادي، اذا راحت اليد غادي تكون خارجه، واضح؟ في اف هاد ال هاد لو بوس يعني الابهام بعد التسريحي يشير الى منحى اف. بي غادي تكون خارجه، ملي تتكون بي خارجه تنديرو نقطه. اذا النقطه تتعني ان بي دايره هكا، ولكن في الاخير تنرجع نشوف الشحنه هذيك الدقيقه اللي دخلت شكون هي. اذا كانت دقيقه موجبه دونك داكشي اللي لقيت تنخليه، اذا كانت الشحنه سالبه تن انفيرسي داك لو سونس اللي اختاريت. بحال هاد الحاله اعتبرت ان الالكترون هو الذي يدخل المجال المغناطيسي، وبالتالي المنحى ديال بي ما غاديش يكون خارج، اذا غادي ندير كروه. اذا الكروه تتعني عفوا اونترون يعني داخله، نحو الداخل، نحو الداخل يعني داخله هكا. اذا اعيد، في رؤوس الاصابع الابهام واف راحت اليد خارجه، اذا غتكون نقطه. وبما ان الشحنه اللي تدخل هي شحنه سالبه، اذا غادي انفيرسيو هاد بي، اذا غادي تكون داخل. بالنسبه للفي قلنا مماسيه، اف انجذابيه مركزيه يعني دائما نحو المركز، وبي نحددها بقاعده اليد اليمنى. اذا نكملوا السؤال الذي يطرح كذلك حول هذه الفقره، هما فقره بطبيعه الحال ما فيهاش اسئله بزاف. السؤال الثاني هو بين ان الحركه منتظمه يعني سرعتها ثابته، ومسارها دائري، مسارها دائري، شعاعه اغ تساوي ام في السرعه في على القيمه المطلقه ديال كيو مضروبه في بي. يعني هذا السؤال يطرح دائما في هذه الفقره هذه، بين ان الحركه منتظمه ودائريه شعاعها يكتب على هذا الشكل. اذا سوف نطبق القانون الثاني لنيوتن. من طبيعه الحال هنا قبل ما نطبق القانون الثاني لنيوتن، الا بغينا نحسبوا الوزن لانه اثناء الحركه يخضع ذاك الالكترون الى قوتين، كاين وزني وكاين قوه لورنس. اذا قبل ما نجاوب على هذا السؤال غير على شكل ملحوظه، ممكن نسجلوا ان بي يساوي ام فوا جي. الا بغينا نحسبوه هي 9.1 10 اس ناقص 31 مضروبه في 10 غتعطينا هذه 9.1 10 اس ناقص 30 نيوتن، بينما قوه لورنتس قوه القوه المغناطيسيه نسميها فقط القوه المغناطيسيه هي القيمة المطلقة ديال كيو فوا في فوا بي سينيس الزاوية المحصورة ما بين في و بي. بما أن الزوايا قلنا غادي ناخدو 90، إذا السينيس ديال 90 هو 1. نعوض القيمة المطلقة ديال كيو، عندنا كيو ناقص أو، إذا غتكون هي أو فوا في فوا بي، إذا هي 1.6 10 أس ناقص 19 مضروبة في في اللي هي 2.6 مضروبة في 0.2 تسلا. إذا هذه اللي حسبتوها بالآلة الحاسبة غادي تلقاو 6.4 10 أس ناقص 14. غير المرجو إعادة التطبيقات الإعدادية ربما نكون خطأ. إلا قارنا شدة قوة لورنتس يعني القوة المغناطيسية مع وزن الجسم، إذا غادي نديرو القيمة الكبيرة على القيمة الصغيرة. إذن اف على بي إذا استعملنا الآلة الحاسبة غادي نلقاو حوالي 16 أس 16 مرة، إذن حوالي 17 أس 6، وبالتالي كبيرة جدا. في هذه الحالة نهمل الوزن بي أمام اف. هو في الغالب تيكتبوا لنا في الامتحانات الوطنيه تيقولوا على ان الوزن راه مهمل امام القوه اف، او لا يقول لنا حسب الوزن ثم حسب اف ماذا تستنتج. اذا في هذه الحاله نستنتج ان الوزن مهمل امام اف. سوف نطبق القانون الثاني لنيوتن، بما ان الحركه مسارها دائري سوف نستعمل اساس فريني. اساس فريني
معلم نستعمله غالبا عندما يكون مسار منحني. إذا الأساس فريني هو النقطة المتحركة، أصله هو النقطة المتحركة، عنده جوج متجهات، المتجهة الواحدية المماسية والمتجهة الواحدية المنظمية، إما تنسموها تي أو لا يو، وهاد تي وان تيكونوا بطبيعة الحال متعامدين. بالنسبة للتي تتكون في نفس مرحلة الحركة ومماسة المسار، إذا هذه المتجهة تي، المتجهة الواحدية تي. بالنسبة للان تتكون نحو المركز، يعني نحو التقعر ديال، إذا هذه الان، وعلى هذا أساس فريم وهو أساس متحرك. إذا في هذه الحالة قلنا عنا أن الجسم يخضع فقط لوزنه، لقوة القوة المغناطيسية. إذا غادي نكتبوا على أن مجموع القوى، القانون الثاني لنيوتن، قانون ثاني لنيوتن اللي هو مجموع القوى الخارجية يساوي M فوا A. في هذه الحالة يقدروا ما نديروش أجي لأن الدقيقة هي صغيرة جدا، وبالتالي يمكن اعتبارها نقطة مادية، إذا نكتبوا غير A. مجموع القوى قلنا عندنا جوج ولكن الوزن مهمل، إذا غتبقى لنا القوة المغناطيسية F تساوي M فوا A. غنديروا الإسقاط، إذا نسقط هذه العلاقة المتجهية على المحور المماسي، على المحور المماسي غنسقطو على هذا المحور. إذا سقطنا F على T غتعطينا صفر، لأن F عمودي على T. إذا غتعطينا في هذه الحالة أن صفر يساوي M AT، وAT هو التسارع المماسي. إذا من هنا غنستنتجو على أن التسارع المماسي يساوي صفر AT، ونعلم أن التسارع المماسي هو المشتقة ديال السرعة بالنسبة للزمن، مشتقة لمنظم السرعة بالنسبة للزمن. إذا هنا غادي يعطينا على أن السرعة ثابتة، وعندما تكون السرعة ثابتة نستنتج أن الحركة منتظمة، يعني أن الدقيقة تتحرك بسرعة منتظمة. إذا توصلنا العلاقة على أن F تساوي M فوا التسارع. نسقط العلاقة على المحور المنظمي، المحور المنظمي. إذا عندما نقوم بإسقاط F على N غادي يعطينا هي F. إذا F تساوي M فوا AN. وهنا غنطرح سؤال، واش دائما؟ نعم دائما، دائما F تتكون مع N، وبالتالي الإسقاط ديالها يكون هو نفسها. وهنا التسارع هذا يسمى التسارع المنظمي، التسارع المنظمي. نعوض F كشدة، هي القيمة المطلقة ديال Q فوا V فوا B تتساوي M، والتسارع المنظمي AN غادي نذكر به هنايا، التسارع المنظمي AN تساوي V أو كاري على الشعاع. V ديال هاد فين ديال ديك الدقيقة على مقسومة على الشعاع. إذا غادي نرومبلاسي هذا V على A. الاختزالات اللي يمكن نختزل بهم هي V مع واحدة في، غير هنا ملي تنكتبوا ار يعني راه ديجا عرفنا ان المسار دائري. ممكن عوض ما نكتبوا ار هنايا نكتبوا غير غو، غو هو الشعاع، نعتبروا ان الشعاع واش ثابت ولا غير ثابت. اذا هنا نكتبوا غير غو حتى الاخر وعاد غادي نعوضوا ب ار. اذا غادي يبقى لنا، بما ان الالكترون اللي تيدخل هو الكترون واحد، اذا غادي نعوض هو او فوا بي تتساوي ام في على غو. ومن هنا غادي نخرج غو، غو هو المسار ديال الشعاع، هو الشعاع ديال المسار عفوا، هي ام فوا في على او فوا بي. بما ان الكتله ثابته، السرعه بينها ثابته، او ثابته، المجال المغناطيسي منتظم ثابت، اذا هذا الشيء يساوي ثابت. وعندما يكون هذا الشيء يساوي ثابت، دابا عندنا الحق نكتبو نوضعو هو اغ، الشعاع اغ ان روج في على E فوا B. فوالا، إذا الشعاع ثابت يعني أن المسار دائري. إذا في الرياضيات ملي تكون الشعاع ثابت يعني المسار هو مسار دائري، وبالتالي بينا على أن الحركة دائرية منتظمة. إذا نمر السؤال ثلاثة الذي كذلك يطرح، هو أوجد تعبير الدور، الدور تعبير الدور تي.
دور الحركة هو المدة الزمنية لإنجاز دورة كاملة. إذا أعيد كتذكير، ملي تيكون عندي واحد الحيز من الفضاء يعم فيه مجال مغناطيسي وتدخل دقيقة بسرعة في عمودي على هذا المجال المغناطيسي المنتظم، فإن الحركة ديالها تتكون حركة دائرية منتظمة ووزنها تيكون مهمل أمام القوة المغناطيسية. الدور غادي نذكر هنا بجوج علاقات ديال السنة الأولى، أن الدور تساوي 2π على أوميغا، أوميغا هي السرعة الزاوية، وأن السرعة الخطية تساوي الشعاع في أوميغا. تسامبلو، إذا غادي نحاولوا نجبدوا الدور هنايا، إذا هي 2π على، وعوض هاد أوميغا من هنا، دونك أوميغا هي V على R، إذا هي V على R، غتعطينا هي 2π في R على V، ويمكن بطبيعة الحال تطبقها بشكل مباشر. إذا هي 2π، غادي نعوض ديك R اللي لقينا قبيلة، شنو لقينا؟ لقينا M فوا V على E في B على V، غنختزلو هنا بالسرعة، إذا غادي يبقى لنا تعبير الدور يساوي هو 2π M E فوا B، فوالا، إذا هذا هو دور الحركة، يعني المدة الزمنية لإنجاز دورة كاملة. من طبيعة الحال هناك بعض النماذج اللي يمكننا نخدموهم في هاد الدقيقة، بحال تطبيقات ديال هاد الحركة مثل راسم الطيف للكتلة، السيكلوترون إلى آخره. غير هو ردوا البال على أن المجال الكهربائي أو المجال الكهروساكن لا يخص مسلك علوم فيزيائية. من طبيعة الحال ما سالينا هاد الفقرة، غير نرد إلا كان شي سؤال ديالكم حول هاد الفقرة أو الفقرات الأخرى، يمكن ديروها في الكومنتار مثلا ما فهمناش هادي ولا نوعي. راه الهدف ديال القناة هو إيصال المعلومة إلى المتعلم بشكل نسبيا بسيط. شكرا على انتباهكم، وإلى فقرة مقبلة بحول الله.